هل يجوز أخذ زكاة الذهب وصرفها في الأعمال الخيرية كالصرف على طلاب العلم وغير ذلك؟ جزاكم الله خيرا. زكاة الذهب وزكاة غير الذهب، زكاة لا يجوز صرفها إلا في المصارف الشرعية التي نص الله عليها في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه مصارف الزكاة. فإذا كان طلبة العلم من أحد هذه الأصناف جاز صرفها إليه، أما إن كانوا أغنياء فإنه لا يجوز صرفها إليهم، لأن الزكاة الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة قوي مكتسب. نعم.